بنعود مرة أخرى مشاهدينا أم البطل ده موضوع فقرتنا اليوم. والحقيقة طبعا احنا بنتكلم على بطل على مستوى طبعا بطولات عالمية، والحقيقة كمان حصل على يعني ثلاث مرات أول أفريقيا وأول بحر أبيض متوسط مرتين. هنعرف تفاصيل كتيرة جدا جدا من خلال طبعا لقائنا مع كابتن أدهم ساري بطل أفريقيا والبحر المتوسط في المصارعة الحرة، وهيكون أهلا وسهلا بيك، وهيكون معنا طبعا دكتورة نجلاء الناجي استشاري العلاقات الأسرية وهي الأم. أهلا وسهلا بك دكتورة، منورنا ومشرفنا. طبعا احنا هنبدأ بكابتن أدهم، ويمكن احنا عايزين نعرف بقى يعني ان انت توصل ل يعني المراكز دي طبعا حاجة مش سهلة خالص. أكيد طبعا. طيب نعرف بقى البداية والمشوار الطويل عشان توصل للمراكز اللي احنا شايفينها دي، اول افريقيا ثلاث مرات والبحر الابيض متوسط مرتين، جمهورية خمس مرات، ما شاء الله مش عايزين نحسدك. هو الموضوع ابتدى من وانا سني 11 سنة، كان لعبت كذا رياضة، لكن انا كان وزني زايد جدا، يعني بالنسبة لاي طفل في سني كان وزني اوفر يعني، فكنت عشان اعرف العب اي رياضة اصلا لازم اخس الاول طبعا. فانا جربت سباحة وكاراتيه والعاب قوة كذا لعبة، ولكن انا ما كنتش حاببهم، ما كانوش مديني الدافع ان انا فعلا اخس واتعب في اللعبة ان انا احقق فيها حاجة، لغاية ما جربت المصارعة حبيتها جدا، وكنت وزني 130 كيلو في سني، كان عندي 11 سنه 130 كيلو، كان عندي سمنه كبيره جدا كتير، فاقل يعني اقصى وزن ممكن العب فيه 85 كيلو، فانا اضطريت ان انا اخس من 130 كيلو ل 85 كيلو عشان اقدر اصلا اشارك في بطولات اللعبه دي. حلو. سنه ورا سنه طبعا المكسب ما بيجيش من اول مره، اكيد خسرت اتعلمت، بس كان عندي شغف باللعبه ان انا اثبت نفسي فيها واحقق حاجه، والحمد لله انا يعني لعيب منتخب مصر من 2019 وكل سنه بلعب دولي الحمد لله، وطبعا ما كنتش وصلت لاي حاجه لولا ام البطل والدتي طبعا هي اللي كانت معايا من المشوار من اوله يعني، فالفضل كله يعود ليها طبعا. تمام دكتورة نجلاء، يمكن احنا شايفين ادهم بيكلم عن حضرتك بكل فخر، وخلينا نتكلم على يعني اولا متابعتك لنزوله في الوزن الاول، ده تم ازاي، وجودك معاه في كل بطولة والتمرين وكل الحاجات دي طبعا بتبقى مشقة على الام يعني. مظبوط. حتى يعني فكرة ان انت تتواجدي معاه وتتابعيه وتشجعيه كل ده بيحتاج مجهود يعني ذهني ونفسي وعاطفي. ده حقيقي، هو يعني انا بجد فعلا تعبت معاه في البدايه تعب كبير جدا، بس يعني زي ما تقولي زرعتي وحصدتي. في البدايه هو ما كانش اجتماعي، وكان طفل زي ما هو ذكر بدين، فده بيصعب عليه انه يلعب الالعاب الرياضيه، اي لعبه. فانا كأم ابني وانا عايزاه يمارس رياضه ويبقى متفوق زي حلم اي ام، غير اختصاصي خالص، انا بتكلم بقى كأم مش كأني استشاري تعديل سلوك وارشاد اسري. بدأت الموضوع ان انا رحت قدمت له سباحه، لعب سباحه بس، قدمت له كاراتيه بقى يلعب بس مش حبه. واحنا في النادي فلقيته عند حلبه المصارعه وقف، قال لي انا عايز العب اللعبه دي. قلت له يا ادهم لا صعب، انت شايف الولد انت مستحيل، لا انت بتمشي بتقع، انت هتنط زي الناس كده زي الولاد دي. قال لي انا عايز اللعبه دي، فانا حط الهدف يعني حطها، ولقيته مصر اصرار، لان كل الالعاب انا اللي كنت بسعى اني انا عايزاه يخرج من الدايره اللي هو فيها، فلبيت طلبه. من اول البدايه طبعا قابلته عراقيل كتير مش قادر، لما كان بقى بيلف التراك تخيلي بقى حجم انت بتشوفيه شبه يعني منظر انا لسه الصوره قدام عيني لحد دلوقتي، لحد ما وصل للمرحله دي. فالكابتن يعني ممكن اقول دي الكابتن اللي قال له لا لا لا، قال ايه؟ قال انت ما تنفعش، انت مش عارف حتى تنزل وزنك، هتبقى بطل ازاي؟ فقال لي اتفضلي خدي ابنك. فاحنا رجعنا في العربيه، فانا انا يمكن اقول اول مره اقول التصريح ده، فبكيت كده، فقلت له يعني ايه مش تنفع؟ قال لي
أوعدك إن أنا الكل هيقول لك يا أم البطل، وأوعدك إن الشخص اللي قال لك كده، والله العظيم زي ما بقولك، الشخص اللي قال لك كده أنا هثبت لك. ورجع وكلمني. ورجع وقال له إزيك يا كابتن، أنا فلان اللي أنت قلت كذا كذا كذا. قال له أنا فخور بيك وأنا بعتذر لك. وهو الفكرة مش انتقام يعني من المدرب نفسه، ولكن انت بتثبت لنفسك، بتثبت لنفسك ان انت مش كلامك صح. يعني كتير جدا في اختلاف وجهات النظر بين المدربين والاشخاص، يقول لك هتوصل او مش هتوصل. صحيح. انت ما تاخدش الموضوع بدافع الانتقام، ان انا هوريك، ان لا، انت بتثبت لنفسك ان انت كلامك غير صحيح. يعني لو انت صدقته تبقى دي بقى مشكلتك انت. وانا دايما بحب اذكر ان انا فعلا كنت وزن زياده. يعني انا عايز اوصل رساله للاطفال الصغيره، ان مش لازم انت تكون عندك جينات قويه او تكون انت لاعب موهوب من صغرك. انا يعني كنت بعيد البعد عن الرياضه اصلا، وحطيت هدف ووصلت له. انت برضو كطفل ممكن يكون وزنك زايد او عندك اي مشكله ايا كانت، تقدر تتخلص منها وتتغلب عليها وتبقى بطل رياضي. انا بقول ان كل واحد ليه قصته، خليك انت بطل قصتك. فده الهدف الاسمى بالنسبه لي، مش بطولات. او كلنا في يعني ابطال كتير جدا احسن مني كمان 100 مره يقدر بيحققوا ويشرفوا بلدنا بره، ولكن انا قصتي مختلفه في كده، في ان انا كنت حاجه بعيده عن الرياضه، ودلوقتي الحمد لله رب العالمين. فانا بوصل ده للاطفال، انت تقدر تحقق اللي انت عايزه. ما تقولش انا بعيد او انا تخين او انا ما اقدرش العب اللعبه الفلانيه. لا، انت تقدر. بس يعني تعقد العزم وتتوكل على الله وتعمل مجهود، هتلاقي. وتصبر، اهم حاجه الصبر. الصبر، الصبر طبعا. انا الكلام ده يعني من كام سنه. انا فرحانه كمان لما بنروح النادي او نتواجد في الاماكن اللي هو بيلعب فيها، بلاقي الاطفال بتيجي: انت قدوتي، انت قدوتي يا كابتن. انا ممكن اتصور معاك، الاقي طفل بيتابعه حاجه. بصي، دي انك تبقى مؤثر بايجابيه للاطفال، والكلام ده دي حاجه يعني نجاح اخر غير نجاحه. فانا سعيده بحاجات كتير قوي عملها ادم، وفخوره بيه جدا جدا بصراحه. دكتوره نجلاء، يعني اكيد يعني كان في تحديات حضرتك اتكلمت على جزء منها، لكن كمان التحدي ان هو السبورت بقى، المدعم، يعني اللي هي الشحنات، الطاقه الدائمه. يعني كل مره، كل يوم في شحنه جديده وفكره جديده، وبتبداي ان انت تفكري تقولي له ايه وياكل ايه ويعمل ايه ويتمرن ازاي وتتواجدي معاه. وشعورك بقى لما بياخد بطوله مثلا افريقيا، او مره الثالثه او الثانيه او ايا كان على مستوى البحر المتوسط، يعني ايا كان، يبقى شعورك ايه بقى لغايه لما بتوصلي للمرحله دي؟ ايه بقى يعني الخطوات اللي بتتم؟ هي اول خطوه ان كل البطولات الدوليه هو كان خارج مصر. فانا طبعا هو مش، انا مش موجوده معاه. يعني برضو ان هو بيغيب عنك ده برضو عبء، انت مش عارفه هو بيعمل ايه او كده، خاصه ان هو ابن وحيد يعني. على بنات. وده كان سبب رئيسي ان هو يبقى ليه شخصيه مستقله جدا. يعني دايما الدراما المصريه والمجتمع كان بيجسد لنا الولد الوحيد هو دلوعه مامته. الكلام ده مش موجود مع ادهم اطلاقا. بجد بجد شخصيته بجد قويه جدا. حتى انا بحكم شغلي كان بيبقى فيه مؤتمر من هو طفل. يعني حضرتك هتلاقي هو مش تكوين بنيان بس، لا، هو عقله ناضج. لما كنت بروح حتى مؤتمرات وبيبقى فيها سفراء او وزراء او شخصيات، فانا كنت ممكن اخده معايا لانه كان اول طفل ليا. فانا اكلم المساعد بتاعي: خده في اوضه، شغل له كرتون على ما اخلص الندوه او المؤتمر. الاقيه ساحب الكرسي الاكبر منه يحضر الاعداد دي. هو نمى نفسه وعنده فكر. وشخصيته بجد انا بقولها قياديه، يعتمد عليه. فهو مش من الناحيه الرياضيه، هو عقلاني وبيدير الامور، يعتمد عليه.
كابتن أدهم، قول لي بقى يعني كل الحاجات اللي انت مريت بيها عملت ايه بقى عشان اولا تنزل في الوزن، التمرين كان قد ايه، التحديات اللي واجهتها بقى، وبعدين انت يعني ايه اللي عجبك في المصارعة؟ يعني المصارعة دي احنا دايما بنشوفها على التلفزيون كده الناس بتضرب في بعض وحاجات كده جامدة جدا جدا، يعني انا بشوفها بحس ايه ده يا جماعة، ده الدنيا بايظة خالص، ايه ده، ده واقع على الارض، ده ايه ده، اتعور، الناس اتعورت، ايه ده، وبعدين يقوم كافح ويقوم تاني. هل حبيت ده لانه هي فيها نوع من التحديات؟ لا، حد بيقع ويقوم يكمل حتى لو اتضرب وكسر واسنانه وباظت والدنيا بايظه خالص ويقوم ويكافح ويكمل. هو اولا حته تنزيل الوزن دي لازم نظام اكل. انا كنت بحب الاكل جدا ولازلت. منعت ايه؟ طبعا السكريات، اراده صعبه، السكريات يعني. طبعا مفيش اي سكريات، العيش، الرز، الكربوهيدرات، الحاجات دي بتتحسب بالجرام، الاكل بالجرام. يعني هو خللنا البيت كله هيلسي بجد كلنا نظام واحد بجد. هو نجح يعني، انا كان وزني كبير واخته ووالده، يعني تخيلي، هو عارفه لما بيكون حد ناجح بيعمل بيأثر على افراد الاسره، كلهم بقى يعني رشاقه جدا فوق ما تتخيلي. الثلاثه بجد ليه هو السبب؟ ده في كربوهيدرات، ده في نشويات، لا ده كذا، لان احنا كنا فعلا الاكل بتاعنا ما كانش بالاكل الصحي، بقى في سمن، في خلاص الحاجات بقى دلوقتي بيحسب الجرامات كذا. ده حقيقي، ده كان بيجيب التونه ويشيلها من الزيت يشطفها بالميه كده عشان ياكلها. كنا مثلا نكون بنغير الويك اند في اوتيل ولا حاجه، يسيب الريستوران ويروح ياكل، يسيب واحنا بنخرج يروح يدور على الجيم اللي بجد. انا حتى عايزه اقول في المباريات بتاعته انا ببقى قاعده بقول ان الله لا يضيع اجر من احسن عمل. بصي بقى وانا قاعده يا رب ابني تعب يا رب، ربنا كفو. انت كفو بجد، انا مش ده هو ده اللي انا بقوله، لان فعلا ربنا اللي بيتعب لازم يكفو. احنا قبل ما ندخل سالتك حاجه، قلت لك محدش يزعله، مين لما حد بيزعلك ايه اللي بيحصل؟ صبور طبعا، انا عارفه اخر حاجه بستخدمها ايديا خالص، اخر حاجه. كنت ده اللي انا كنت عايزه اقوله، اتعلمت الصبر طبعا. على فكره ما بيتعصبش وبيضرب وبيكسر غير الناس اللي مش رياضيه، مفيش شخص رياضي بيعمل كده نهائي. طب تخيل بقى ان كل الناس عندها فكره كده، بالعكس ده الرياضي ستيريوتايب، انه اي حد بيلعب مثلا مصارعه ولا حاجه محدش يزعله. اي حد بيلعب لعبه قتاليه اخر حاجه بيستخدمها ايده، لان هو بيبقى عنده ثقه في النفس وعارف ان هو لو مد ايده الموضوع صعب خالص هيأذي. وبيبقى عندنا ثبات انفعالي، يعني احنا انا في لعبتي لازم يبقى عندي ثبات انفعالي طبعا. يعني انا في اتدرب على ده في المباراه، ممكن اللاعب اللي قدامي يستفزني، يعمل حركه، ودي بتبقى بتحصل، يعمل حركه غير اخلاقيه، فانا لو ما عنديش ثبات انفعالي هطلع عن تركيزي هطلع عن تركيزي وهخسر المباراه. فانا لازم افضل دايما مركز، ما اتعصبش. انا لو اتعصبت ممكن يتخطف فيها حركه، يبقى قدامي بونتو ما اعرفش استغله. فلازم دايما اكون هادي. وبتحصل لاعب يمسك ايديا يكسر صوابعي، يخربش، يحط صباعه في عينك، الكلام ده كله. فانت لازم تتحمل، ولو عملت اي مثلا انت بتتكلم على الحاجات دي عادي عادي جدا ده دي حاجات الفيزيك في المصارعه، خربيش بقى الضوافر تبقى غارزه في اللحم كده ولو انت مثلا اعترضت على قرار الحكم في حاجه، يعني انت خدت حركه والحكم مثلا ما كانش دقيق في احتسابها، لو عملت اي اعتراض او زعقت الحكم اي حاجه ممكن تتشطب من البطوله ويتفرض عليك غرامه. فالثبات الانفعالي مهم جدا. فانت في الماتشات وفي المباريات اللي هي فيها تحديد مصيرك لازم يكون عندك ثبات انفعالي، مش هتيجي في خناقه في الشارع وهتتهور يعني. اكيد المصارعه الحره ايه اللي ميزها بالنسبه لك حد يعني حابب ان هو يلعب رياضه وما كانش مهتم خالص بالرياضه عن يعني الرياضيات الاخرى؟ هو مبدئيا انا بحب اي رياضه فرديه، وطبعا الرياضات الجماعيه يعني ما بتحبش الحاجات اللي هي التيمز يعني. لا هو لسبب، هو طبعا الرياضات الجماعيه بيتعبوا طبعا، ولكن انا بحس ان بالبلدي كده في الرياضه الفرديه
الشيله شيلتك لوحدك، انت اللي هتتعب وانت اللي هتنزل على البساط لوحدك وانت اللي هتحارب وانت اللي هتكسب وانت اللي ما عندكش حته ان انت ترمي العبء على زميلك. لا ده هو اللي اثر، يعني بنلاقي في ماتشات الكوره الكل يقول لك نزل فلان طلع فلان، لو نزل فلان ده هيلعب احسن. لا انت اللي رقيب على نفسك في اكلك ونومك وتمرينك، ولما بتنزل على البساط وبتلعب الماتش هل انت بتتخاذل في حال نفسك ولا بتطلع كل اللي عندك؟ فما فيش اي حد بيتحاسب على اللي انت بتعمله غير نفسك، انت اللي بتحاسب نفسك، لو كسبت كسبت لنفسك، لو خسرت خسرت لنفسك. فانا بحب الرياضات الفرديه كلها في كده، في ان اللاعب هو اللي شايل مسؤوليه نفسه. ما حدش هيتحاسب على خسارتك ولا مكسبك غير نفسك، كسبت انت اللي هتفرح، خسرت انت اللي هتحمل مسؤوليه ده. والمصارعه يعني مصنفه من اكتر لعبه في العالم فيها بذل مجهود، انت طبعاً. كل عضلة في جسمك بتبذل مجهود، ده صراع يعني، بالذات المصارعة الحرة. يعني المصارع الروماني لعب بيشتغل على الجزء اللي فوق بس. ايه الاختلاف معلش؟ الروماني بيلعب على الجزء اللي فوق، ما بيقربش من الرجلين. المصارعة الحرة كل بتلعب على الجسم كله، ممكن ياخدك حركة من صباع رجلك عادي جدا. فالجسم كله لازم يكون لما في وضع اتاك وفي وضع ديفنس، فبيكون كل عضلات الجسم مشدوده والجهاز العصبي عندك شغال طول فتره التدريب، او فهي لعبه مرهقه جدا بس انت بتحبها. هي اللعبه دي فعلا يعني ادمان، هي ادمان. فكره ان انت خلاص بقى بيبقى عندك جلد بقى على البساط وعايز تكسب وعايز تحقق نفسك. انا المدرب بتاعي كان بيقول لي كلمه، بيقول لي انت بتنزل راجل قدام راجل بتدافع عن شرفك وكرامتك. طبعا انت طبعاً. انت اصل انت بتتصارع مع رجل، فهو لو كسبك يبقى هي طبعا الموضوع مش بال أيوة أيوة. هي رياضه في الاول وفي الاخر، هي مكسب وخساره. ولكن انا بوري حضرتك عقليه المصارع، طريقه تفكير عقليه المصارع، نوع من يعني نوع الخساره عندنا حاجه صعبه جدا. مع انها جزء من الرياضه يحمسك بس بطريقه غير مباشره بالظبط. هي الخساره جزء لا يتجزا من الرياضه، ولكن هي عقليتك ان انا بموت نفسي. هو المدرب لو شافك طلعت كل اللي عندك وخسرت لسبب ما، مثلا اللاعب اللي قدامك متفوق عليك فنيا او ايا كان، مش هيقول لك حاجه بس يشوفك بتأدي بتموت نفسك على البساط. لكن انت ممكن تنزل مع لعيب انت افضل منه فنيا وبدنيا، ولكن انت مش بتطلع كل اللي عندك. اكيد. دكتوره نجلاء تقولي ايه لكل ام النهارده، ام البطل بقى تقولي لها ايه؟ انا يعني يمكن ادهم بصراحه خلاني عاجزه عن الكلام بصراحه، يعني انا مهنتي الكلام. فانا معاه بصراحه، انا بعجز عن الكلام. فانا عايزه اقول نقطه مهمه جدا لكل الامهات اللي بتسمعنا، لان انا دايما في كل الحلقات بقول ان احنا اللي ممكن نصنع بطل، واحنا اللي ممكن نصنع عالم، وممكن نصنع فاسد. فيعني الاسره هي اللي بتقدر تحدد ده. يعني بقول للامهات الاطفال اللي عندها زياده حركه، ده بقى الحركه، الفرط الحركه ده لازم ان احنا ندور على الالعاب الفرديه اللي هو بيستخدم فيها القدره البدنيه بتاعته، دي هيخرج الحركه بتاعته وفي نفس الوقت يعمل اجازه وممكن يكون بطل في يوم من الايام. عايزه اقول جزئيه مهمه جدا، ان احنا اللي بنحدد مصير ولادنا. لو احنا فعلا حطيناهم على الطريق الصح هم بيكملوا. يعني انا ادهم حطيت له نقط معينه وهو كمل، ودايما هو حتى كمان كان بيقول في كل الجانب التثقيفي بتاعه، لان هو لان كل شخصيه بطل او عالم لازم يكون نموذج لكل الاطفال الصغار. هو دايما بيقول ان الرياضي بيبعد عن التدخين. أكيد. فاحنا كده بنحميه من كل الاخطار وكل الحاجات دي. انا بشكركم جدا جدا، نورتونا وشرفتونا. المهم ما كنتش زعلان من حد. لا خالص، انت طيب. حد يشوفك يزعل. نورتونا وشرفتونا الدكتوره نجلاء ناجي استشاري العلاقات الأسرية، بشكرك جدا جدا، وبشكر كابتن أدهم ساري بطل أفريقيا والبحر المتوسط في المصارعة الحرة. شكرا جزيلا ليك يا كابتن، نورتنا وشرفتنا. نلتقي بعد الفاصل وزميلتي العزيزة رباب المهدي وطعام البيوت.